شكر خاص لكم والطاقم الصحفي. كنظن انها تكون مقابلة مغربية بطابع افريقي. كنعرفوا الفريق البركاني مزيان، عنده لاعبين مجربين، تكون مقابلة ممتعة وتنحضروا ليها كجميع المقابلات. الحمد لله خدينا التعليمات من الطاقم التقني، وإن شاء الله غادي نلعبوا على نقاط الضعف ديال الفريق البركاني ونستغلوا نقاط القوة ديالنا ونحققوا 3 نقاط اللي تخلينا نمشيو في مسار جيد في هذه المنافسة.